شكرا سيد الرئيس. انا بدوري ملي مرحب معالي الوزير والطاقم المتميز اللي جمعها اليوم، ونذمن هاي الاتفاقيه المتعلقه بالاعفاء اصحاب التاشيرات معناها الجوازات الدبلوماسيه وجوازات العمل من التأشيرة بين احنا وجمهورية الصين الشعبية. الصين كيف تعرفوا كاملين على انها دولة شقيقة وصديقة، وان تربطنا معها علاقات من اكثر من 50 سنة، والدليل على ذاك عندي انا واضح للعيان في مختلف كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية. معالي الوزير، احنا نرجو من هذه الاتفاقية على انها تعود بالنفع على مواطني البلدين، وانها تفتح آفاق للمستثمرين الموريتانيين والصينيين للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في المجال. معالي الوزير، احنا شاكرين الحكومة على دورها في كافة المجالات وخاصة في المجال الدبلوماسي على مختلف الأصعدة، ونطالبوها بالاستفادة من ترأس صاحب الفخامة السيد محمد بن عبد العزيز لترأس الجامعة العربية، وذاك تستفيد منه في تدعيم علاقاتها مع كافة الدول وخاصة الدول العربية الشقيقة. معالي الوزير، احنا ننوه بدور الأحزاب السياسية مختلف مشاربها بطبع موريتانية بالرد السريع على تصريحات الأمين العام الحزب الاستقلال المغربي اللي مرفوضة جملة وتفصيلا من كافة الشعب الموريتاني. واحنا فريق حزب الاتحاد من الجمهورية ننوههم كذلك بالتصرفات اللي اتخذ حزبنا والرئيس السيد محمد المحم في المشهد اللي عدلها بأسرع وقت ممكن وطاعت نتائج إيجابية. معالي الوزير، احنا قبل الأخير ننوه بالدور اللي قاموا به قائدي البلدين فخامة الرئيس محمد عبد العزيز وجلالة الملك محمد السادس على احتواء هاي الأزمة العابرة، وراجعين إن شاء الله على أنها تكون فاتحة خير تصحيح علاقاتنا مع الشقيقة الدول المغربية المملكة المغربية. معالي الوزير، أنا عندي سؤال هنا فيها، سمعت في الآونة الأخيرة أعلن الشقيقة مصر جمهورية مصر العربية أعلن فرض على أصحاب الجوازات الدبلوماسية فرضت عليهم تأشيرة. هذا في الحقيقة احنا ما كنا نفقعوه إلى عاد خالد، ما نفقعوه من شقيقة مصر لأن أكبر دولة عربية، ولا أيضا نعود احنا تلتقى بين تأشيرة بين احنا وأوروبا إسبانيا والصين إلى آخره، وتعود شقيقة مصر لا يتعاود يدير تأشيرة لحامل جوازات السفر. وبحالتنا عاد خالي نختاروا من حكومتكم سيد الوزير على انها تلعب دور سريع بالتراجع عن هذا القرار، لان احنا مصر نبقوها تعود الام العرب وتعود اخ شقيق. وفي الاخير سيد الرئيس شاكركم السلام عليكم ورحمه الله. شكرا للنائب المحترم. كلمه للنائب المحترم.